ولمناقشة الاستهداف الطائفية لمناطق حزام بغداد ينضم إلينا في الاستوديو الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب. أهلا بكم دكتور. مرحبا. كما وينضم إلينا عبر الهاتف من عمان السياسي العراقي المستقل لطيف الربيعي. أهلا وسهلا بك سيد ربيعي. نبدأ مع دكتور فالح. دكتور فالح، هناك مداهمات حملات أمنية تستهدف تشنها الميليشيات والقوات الحكومية تستهدف خاصة مناطق حزام بغداد، بماذا تفسر ذلك غير التغيير الديموغرافي؟ يعني إذا قلنا غير التغيير الديموغرافي وهو الأهم، نحن نتحدث عن الإرهاب، نتحدث عن السطو المسلح، نتحدث عن السرقة، نتحدث عن الفساد، يعني عمليات شاملة. لكن حقيقة أنا أقول أنه الأهم هو التغيير الديموغرافي، لأنه في الحقيقة إذا تكلمنا عن حزام بغداد نتحدث عن نقطة مهمة جدا. هذه النقطة تمس الاحتلال الأمريكي الذي كان قائما بشكل مباشر قبل أن ينزوي أو ينسحب إلى الخلف، ثم يليه إيران. الاثنين أمريكا وإيران لا يريدون لبغداد أن تكون بيد أهلها. بغداد محصنة. نعلم قبل الاحتلال كانت هناك مقولة أن الاحتلال الغزاة إذا جاءوا سينتحرون على أسوار بغداد. كلنا سمع هذا. ما هي أسوار بغداد؟ هي حزام بغداد. حزام بغداد محصنة. بغداد محصنة من جنوبها ومن شمالها وشرقها وغربها، محصنة بحصان بحزام محصن جدا. وبالتالي الاحتلال الأمريكي، ننسى المثلث الموت. مثلث الموت ما هو؟ الذي كان أذاق الاحتلال الأمريكي الويلات. وبالتالي هناك مصلحة مشتركة تجمع بين أمريكا وإيران في تفريغ حزام بغداد، لأنه لنكن واقعيين، لنكن صريحين، العراق هو بغداد. بغداد هي هوية العراق. أنا أذكر قبل سنوات نيويورك تايمز، رغم أن الإعلام الأمريكي الإعلام الأمريكي دائما دأب من التسعينيات على القول بمقولة طبعا نحن لا نقرها ولا نعترف بها، لكن هذه واقعة أصبحت. الإعلام الأمريكي دائما كان يقول الأقلية السنية في العراق، دائما كان يقول هكذا وكان يعطي نسب وأشياء مضحكة طبعا. لكن نيويورك تايمز قبل سنوات عندما بدأت الحملة الطائفية في العراق قالت بغداد ذات الأكثرية السنية ستتحول إلى مدينة خالية أو شبه خالية من السنة إذا استمرت العمليات كما هي. لكن إذا رجعنا إلى حزام بغداد، حزام بغداد مهم جدا لأنه مصد، وهو الذي يعطي المناعة الحقيقية لمدينة بغداد. يعني برأيك دكتور، هل هناك ربما تنسيق بين أمريكا وإيران لهجمات ممنهجة على هذه المناطق؟ جدا. أنا أقول أكثر من ذلك، أقول أنه ما يجري في حزام بغداد وحتى في مناطق من بغداد ومناطق أخرى في شمال بغداد هو عمليات تشبه عمليات الاستيطان الإسرائيلي، وكيف أمكن اقتلاع السكان وإقامة مستوطنات بديلة. هناك عمليات تجري ببطء، ولكنه البطء هذا ممنهج ويجري وفق خطة معينة. طيب أستاذ لطيف، إن كنت تسمعني هل أنت معنا أستاذ لطيف؟ مرحبا بكم أستاذ لطيف الربيعي، هل تسمعني؟ ربما يكون الاتصال غير مؤمن وفيه مشكلة مع الأستاذ لطيف الربيعي، ولكن أنتقل أعود إليك دكتور خطاب. هناك أنباء تتحدث عن انتهاكات صارخة تحدث خاصة في قضاء الطرمية، إلى أي مدى يمكن أن نربط بين هذه الانتهاكات مع تهديدات الخزعلي والحملة الإعلامية التي صاحبتها؟ ما الهدف من ذلك؟ الهدف من ذلك كما قلنا هو إجبار الناس، إجبار السكان على النزوح، إجبار الناس على الخروج من مناطقهم. الآن ليس فقط الطارمية، ليس فقط جرف الصقر الذي تكلم عنه التقرير، ولكن ديالة، محافظة ديالة تشهد الآن عمليات تهجير واسعة. وكما قلت قبل قليل، المشروع الصهيوني يطبق في العراق ولكن بأساليب أخرى. هناك عملية، وحتى نكون واضحين، الغاية النهائية التي يريدون من عندها، يعني لنكن واضحين، هناك جملة قد تفسر الوضع كله، العراق بلد يعاد بناء من جديد. على أسس طائفية تخدم المشروع الإيراني والمشروع الأمريكي الغربي. لأن هناك في النهاية المخطط يقتضي شيء واحد، إخراج العراق من التاريخ والجغرافيا. العراق القديم الذي كان يعني بلد قوي وغني وحضارة وبلد لكل العرب
يراد أن لا يكون هناك قطيعة ينبغي أن تكون للعراق مع ماضية بحيث يكون شيء عديم اللون والطعم والرائحة. نعم، عاد إلينا الأستاذ لطيف الربيعي. الأستاذ لطيف تسمعوني الآن؟ أهلا وسهلا. أهلا بكم أستاذ لطيف. يعني ما هدف الخزعلي بتلك التهديدات التي يطلقها، وهل ربما سيصل إلى ما يصبو إليه برأيك؟ دكتور لطيف، يبدو أن هناك مشكلة. إذن أنتقل بسؤال لك دكتور، هل سيصل ما يهدف إليه الخزعلي من التهديدات التي يطلقها؟ يعني للأسف إذا استمر الحال على ما هو عليه، يعني هناك شيء مؤكد، الولايات المتحدة الأمريكية أعطت الضوء الأخضر لإيران لكي تعبث بالعراق وتعيد رسم الخريطة السكانية فيه والديمغرافية، وكما قلت يعاد بناء من جديد على أسس طائفية وعلى أسس عرقية وانفصالية، وإلى كل ما نشهد اليوم من 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 أمور بين الولايات المتحدة وإيران لا يشمل هذا المحتوى. نعم. محتوى تفريغ العراق من مضمونه التاريخي بل وحتى الجغرافي، وبالتالي أطلقت الميليشيات لكي تنهش في لحم العراقيين. هناك الآن عمليات تهجير واسعة في ديالى كما قلت، جرف الصخر كما نرى انتهى، والآن هناك أيضا مخطط لسامراء، هناك عملية يراد من عندها ربط الطارمية بسامراء وإنشاء محافظة جديدة، محافظة بيور نقية، يعني نقية تماما طائفيا. هناك الكثير من المخططات، وهناك بالحقيقة صراع يعني 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 سباق مع الزمن من أجل تنفيذ هذه المخططات. طيب دكتور، هنا مسألة إحراق البساتين الزراعية مرتبطة بالتغيير الديموغرافي؟ كل هذه الأشياء مرتبطة بالتغيير الديموغرافي، وتريد تهجير السكان وإجبارهم على أن الآن أخي الكريم حتى نعلم حقيقة ما يجري وحتى نقول لماذا المشروع هذا يشبه المشروع الصهيوني في فلسطين، الآن بعض الأشياء الآن تمنع عن منطقة بغداد الغربية، يعني بغداد إلى الغرب من بغداد، حتى أحيانا مواد البناء لا يسمح بها، يعني نفس السياسة. يعني إذا أريد نفهم ما يجري في العراق نفهم ما يجري في فلسطين من عمليات الذي يتهدم لا يعاد بناءه، يعني إضافة إلى محارق حرق المحاصيل الزراعية، تهجير السكان، إجبار الناس على الخوف والرعب. الآن يعني الاعتقالات شغالة، القتل شغال، وبالتالي الناس لا طاقة لديهم. بلد إذا قلنا الآن خامس دولة من حيث فقدان الأمن على مستوى العالم، من يقتل الخامس من يقتل يقتل، يعني لا أحد يسأل عنه، اليقتل واليعتقل واللي تنهب أمواله. لا بل الآن نشهد أمور أخرى، ضباط، بعض الضباط الشرفاء اللي هم يعني ضابط أمن عنده نخوة، عنده شهامة، عنده شعور وطني، الآن إذا ألقى القبض على أحد من تجار المخدرات أو واحد يقوم بالتهريب يلقى القبض على ضابط الأمن ويودع السجن. أنت تتكلم عن أمور خطيرة جدا تجري، وبالتالي سؤالك هذا المخطط نعم قد ينجح في حالة إذا استمر، لكن نحن نقول عسى أن لا يستمر، عسى العراقيين يعني يهبون، لأنه ما يجري في العراق خارج عن التصور، بعيد عن التصور، يقرب إلى الاستحالة. نعم، إذن بما أن ربما هناك اتفاق على ملف العراق بين طهران وواشنطن، بماذا يفسر صمت المجتمع الدولي عن ما يجري من جرائم في العراق؟ التغيير الديموغرافي يعد جريمة كبرى يحاسب عليها القانون الدولي، ولكن لا نجد أي تفاعل حول ما يجري في العراق. طيب إحنا يعني خلينا نكون واقعيين، ما هو المجتمع الدولي؟ هذه كذبة كبيرة. المجتمع الدولي ليس هو إلا الولايات المتحدة الأمريكية، بريطانيا، فرنسا، الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن هي تقرر ما تريد. المجتمع الغربي هو المجتمع الدولي، هو يقرر ما يريد. للأسف الشديد هناك شبه إجماع دولي على أن يمكن لإيران أو مشروع إيران. طبعا هنا لما نقول يمكن لإيران مع بعض الاستثناءات، قد تحدث هنا حرب محدودة، قد يحدث هنا تنازع مصالح، ولكن المشروع الإيراني، كلمة المشروع الإيراني هذه محل إجماع
إنشئة المجتمع الدولي الذي هو الولايات المتحدة الأمريكية. طيب دكتور، هنا يعني أنت ذكرت أمثلة كثيرة، مثال واحد ربما يغنينا عن باقي الأمثلة في الفساد الأمني. هناك تدهور أمني واضح في خاصة في مناطق حزام بغداد، ولكن هنا إن أردنا أن نحمل المسؤولية، من يتحمل المسؤولية الكبرى، الحكومات المتعاقبة أم قوات الاحتلال؟ يعني حتى نكون واقعيين ودقيقين، الاحتلال الأمريكي هو الذي أوجد كل هذه الحالة، هو الذي أوصل. يعني نحن الآن في مرحلة المخرجات. طيب، المدخلات اللي بدأت عام 2003، الاحتلال الأمريكي غض النظر عن كل ما يجري ومكن لإيران أن تدخل، ثم عمل على شيء. يعني مثلا إحنا عام 2003 2004 2005 كان هناك شيء اسمه حكومة، شيء يعني شيء من كذا، وشيء من ما يسمى قوات الجيش أو شيء. الآن الحكومة تذوي، الحكومة الآن تختفي لصالح الميليشيات. طيب، أو بعض الكتاب يسموها الدولة العميقة، هي لا توجد أصلاً دولة حتى تكون دولة عميقة. لكن الحكومة الفعلية في العراق هي الميليشيات، وهناك كإجابة على سؤالك لا يوجد أي سلطة على الميليشيات إلا سلطة إيران. يعني هناك أشخاص معينين، قيس الخزعلي لا يتحرك من عنده، يتحرك بواسطة إيران. طيب، أبو مهدي المهندس، عندك هادي العامري، أشخاص ثلاثة أربعة هم الذين يتحكمون، حتى رئيس الوزراء ليس له أي قيمة فعلية من حيث يعني تمضية أمور الأمن أو غيرها. نعم دكتور، بالحديث عن التغييرات السياسية التي تجري في الواقع العراقي وأيضا المشهد الأمني المتهالك إلى حد كبير، هذا الكلام ينقلنا إلى ملف النازحين. يعني ما يعيشه النازحون وأوضاع النازحون المأساوية في أي إطار يمكن وضعه؟ في إطار ما تحدثنا عنه كله. يعني أنت تريد يعني شوف أخي، يعني حتى نصل إحنا إلى 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 بغداد طائفية، بغداد من لون واحد، إلغاء حزام بغداد الذي كان معلوم، كل هذه المسائل ماذا يقتضي؟ يقتضي أن السكان الأصليين الذي كانوا يعيشون في تلك المناطق لا ينبغي أن يعودوا إلى مناطقهم. أنا لماذا قلت هو يشبه المشروع الصهيوني؟ عبارة عن إخراج ناس وإحلال ناس مكانهم، هذا حتى في سوريا الآن يحدث وإن كان بشكل أقل. وبالتالي النازحين كيف يرجعون ولماذا يعودون؟ وبالتالي هناك مخطط كبير للعراق، هناك موجات هجرات سكانية كبيرة قد تكون قادمة إذا استمر الوضع كما هو عليه. ستكون هناك هجرات سكانية كبيرة، هناك نزوح كبير جداً، هناك أشياء، وبالتالي هذه الأمور قد تحتاج إلى وقت. وأن هذا اللي قلته عندما هم يسابقون الزمن في عمل ما يمكن، وبدأوا بمناطق معينة لكن يبدأون بالأهم ثم المهم. بغداد هي الأهم في العراق، لأنه عندما تحدث عن العراق، ما هو العراق؟ العراق أهل الغرب معروفين شنو هم، المنطقة الغربية، أهل الجنوب معروفين شنو هم، الشمال العراق معروف، وبالتالي أصبح بغداد، بغداد هي هوية العراق التي إذا سيطرت عليها أنت فقد حسمت الأمر كله. الكاتب والباحث السياسي الدكتور فالح الخطاب، شكرا جزيلا لكم. حياكم.